السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم مع مادة الأخطاء الشائعة في فهم وتفسير معنى صعوبات التعلم، الجزء الثاني بعنوان أخطاء القطاعات الخاصة عند تطبيق برنامج صعوبات التعلم. في البداية زي ما وعدتكم راح أخصص وقت خاص بالإجابة على الأسئلة أو التعليق على الأسئلة والمقترحات المتعلقة بالجزء الأول من المادة. بالنسبة للمقترحات، تقريبا جميع المقترحات تم تنفيذها، سواء كانت المقترحات المرتبطة أو المتعلقة بالمحاضرة شخصيا أو المتعلقة بإدارة رواق، وتقريبا تم تنفيذ جميعها فيما عدا المقترحات الخارجة عن الاستطاعة. بالنسبة للمقترح أن يكون في جانب نظري على الشاشة أثناء الإلقاء أو العرض، فأنا أعتذر أشد الاعتذار إني صراحة نسيت أو غفلت عن هذا النقطة، إنه في ناس بيفضلوا الجانب البصري يقرأ ويكتبوا، مو بس يسمع ويكتبوا، فممكن كوني أغفلت هذه النقطة بحكم إن ضغطي هذه الفترة في البحث، لكن بمجرد وصول أو إتاحة الفرصة لي من قبل رواق لإلقاء هذه الدورة، ففضلت إني أرتجل في الإلقاء والإعداد مقابل أهمية هذا الموضوع اللي ما ينتظر إني أنا أنتظر لسه وقت فراغ، فأعتذر مرة ثانية. وبخصوص الجزء الأول من المحاضرة، فإن شاء الله راح أوفر ملف PDF وأنزله كمحتوى في ضمن موقع رواق عشان تحملوا، ألخص لكم الجزء الأول من محاضرة الأسبوع الماضي. طيب، خلينا نشوف الآن بخصوص الأسئلة اللي وصلتني. أنا جاوبت على جميع الأسئلة والتعليقات، سواء كانت في خانة الحائط أو النقاشات أو المحتوى اللي هي أسفل رابط المحاضرة أو حتى على الخاص، ما عدا نوعين من التعليقات اللي أنا ما جاوبت عليها. التعليق الأول اللي تكون فيها السؤال جدا واسع وجدا عام وخالي من تفاصيل دقيقة، بمعنى لما أنا أسأل أقول كيف أنا أتعامل مع طالب ذوي صعوبات قراءة وكتابة، فأنا ما عندي حالته، ما أعرف هو طيب مشكلة القراءة عنده في التهجئة ولا في القراءة الصورية ولا في الربط الصوتي والوعي الصوتي، هو فين مشكلته تحديدا؟ أنا ما أعرف، ما أعرف إيش كم عمر الطفل، إيش في أي مدر، في تفاصيل جدا مهمة عشان تحدد لي قوة النصيحة والتجاوب. أنا ممكن أعرض لك نصائح كل اللي درسته وكل اللي أنا اشتغلت فيه كخبرة، لكن أنا ما أعرف أنت الطفل اللي أنت بتعنيه وبتقصده في هذا السؤال يندرج تحت أي مشكلة، إيش مشكلته تحديدا؟ فأنا صراحة هذا النوع من الأسئلة أفضل عدم الرد عليها، لكن في حال الغير رد، في ناس ردوا أو حابين يفيدوكم فجزاهم الله خير. أما أنا بالنسبة لي فأشوف إجحاف بحق السائل إني أجاوب على سؤال زي كده كتابيا بدون معرفة التفاصيل وبدون الوصول لحالة الطالب على الأقل حتى لو معلوماتيا. فالأسئلة الواسعة زي كده أنا بحاول إني أتجنبها قدر المستطاع. النوع الثاني من التعليقات اللي هي التعليقات المسجلين على المستفسرين، بمعنى مثلا في خانة النقاشات ممكن البعض يستفسر وفي ناس تانية بترد، اطلاعي على الرد لا يعني لا تأييد ولا معارضة، بمعنى جزاهم الله خير انهم مهتمين بس البعض نوعا ما اعارض رده جزئيا، زي مثلا احد سائل انه انا كيف اتعامل او ادرس كمعلم صف عادي طلاب يكون من ضمنهم طلاب صعوبات تعلم في الفصل الدراسي العادي. واحدة من الأخوات ردت على الجانب الذاكرة البصرية وإنه كيف نشتغل على الذاكرة البصرية والنمط البصري إلى آخره. طيب، الكلام جميل ومفيد، بس أنت هل تعرف صعوبات التعلم أو ذوي صعوبات التعلم اللي عنده في الفصل هم بيعانوا أساساً من مشاكل في الذاكرة البصرية ولا لا؟ طب ممكن هم أساساً الذاكرة البصرية عندهم ممتازة، ممكن مشاكلهم مثلاً مو في القراءة أو في الجانب البصري، ممكن مشاكلهم في الرياضيات أو في جوانب أخرى أو في الذاكرة العاملة إلى آخره. فهل احنا نعرف؟ لا ما نعرف، ممكن تكون اوكي هي النصيحة مفيدة بس هل هي في محلها ولا لا؟ مثلا واحدة كمان جاوبت اظن انه تعمل خطة فردية وتصمم مدري ايش، طب هذه ما هي وظيفة معلم الصف العادي، معلم الصف العادي بيدرس مجموعة ما بيدرس فردي، هذه وظيفة معلمة الصعوبات التعلم. فانا صعب اني هعلق على كل معلقة، في النهاية هي تظل وجهات نظر لهم، هم حابين يفيدوا جزاهم الله خير، بس من باب الامانة العلمية اطلاعي على هذه الردود ما يعني لا تأييد ولا معارض. أما بقية الأسئلة كلها جاوبت عليها، وحجاوب الآن على الأسئلة الأكثر تكراراً، يعني اللي شفت إنه من أهميتها من تكرارها دل على أهميتها. السؤال الأول،
انه كيف معلم الصف العادي بيدرس طلاب الفصل وفي نفس الوقت يراعي مشاكل الطلاب ذي بصعوبات التعلم. طبعا هذا السؤال من الأسئلة الواسعة واللي كنت حاطة في بالي ان انا ما يمديني ارد عليها خاصة في الوقت الضيق هنا، لكن حقول قد ما اقدر نصايح انا حابة اوصلها. اول شيء يهم المعلم الصف العادي يقرأ عن نموذج الاستجابة للتدخل، اذا حابين تكتبوا اكتبوا نموذج الاستجابة للتدخل، هو مو متعلق مباشرة بالسؤال لكن بيهمك راح يعني يكون ذا يعني فائدة جدا كبيرة للمتلقي. النقطة الثانية واللي تهمني كثير، تعاون معلم التعليم العام مع معلم صعوبات التعلم. في بحوث الآن كثير بتجرى، زميلتي إيمان الحريب الله يعطيها العافية بتشتغل الآن على بحث بيتكلم عن مهام فريق العمل ومن ضمنها معلم التعليم العام في العملية التعليمية المتعلقة بذوي صعوبات التعلم. فكان من ضمنها انه كيف المفروض معلم التعليم العام يكون على تواصل وله ادوار معينة مع معلم صعوبات التعلم، كيف يعرف هو ايش الاهداف اللي قاعد يشتغل عليها معلم صعوبات التعلم او معلم صعوبات التعلم، عشان هو وقت الحصة مثلا لما يسأل هذا الطالب يتعمد يقومه في المهام الرئيسية. النقطة الثانية هي نقطة التعاون. النقطة الثالثة في الموضوع كمان لازم مهم جدا بشكل كبير انك تكون مثقف نفسك، بمعنى مطلع اطلاع كافي على الصفات او بشكل عام خلينا نقول على خصائص صعوبات التعلم. مثلا لما انا اعرف انه صعوبات التعلم بيكون اكبر تركيز لهم في البداية، ما راح يكون زي لما اكون انا جاهل هذا الموضوع، فايش راح اسوي؟ راح اركز المعلومات الاساسية كلها في بداية الحصة، بالتالي حيستفيد ذوي الصعوبة في نفس الوقت انت ما ضريت اي احد من الطلاب العاديين البقيه، مجرد انك غيرت في ترتيب الحصة بدل ما خليتها مقدمة واشياء طويلة في البداية وتمارين وكذا خليتها معلومات رئيسية بحيث توصل للطالب اللي عنده مشكلة في التركيز والانتباه وبيركز يدوب في بداية الحصص او في الوقت الاول من الحصة. التثقيف للنفس هذا جدا مهم. النقطة الثانية قراءة موضوع نموذج استجابة للتدخل. النقطة الثالثة في حال وجود معلم الصعوبات انك تتعاون مع معلم الصعوبات. السؤال الثاني وهو مو سؤال بقد ما انه كان استفسارات كانت على الموضوع، انه البعض بيقولوا طب احنا هنا في الاردن او عمان او كذا الى اخره ما مثلا ما عندنا هذه المشكلة او عندنا مشكلة ثانية او كذا. المحاضرة هذه كاملة او التجربة الواقعية اللي انا بتكلم عنها بتدور في منطقة انا او في المملكة العربية السعودية تحديدا مدينة جدة، فطبيعي حيكون في اختلاف من مدينة الاخرى، فما يهمكم، انا قاعدة اتكلم عن تجارب واقعية انا شفتها هنا في مدينة جدة، فهذا ما يعني اي يعني ممكن تكون نفس المشكلة موجودة في مدن ثانية، لا بس مجرد تنويه بحيث الواحد يكون متعلم وما يكون جاهل. نجي للسؤال الثالث والأخير، البعض بيتسألوا هل النتيجة أو طالب صعوبات التعلم اللي يكون في المرحلة الثانوية هل بتكون النتيجة معاه أو أداؤه أو مشكلته نفس الطالب اللي بيكون مثلا في المرحلة الابتدائية أو في رياض الأطفال؟ طيب عشان أكون واضحة وصريحة، أنا ما قد درست أو ما كانت لي خبرة مع المرحلة الثانوية، كل اللي درستهم كان في رياض الأطفال. طبعاً رياض الأطفال مو صعوبات تعلم، تدخل مبكر لأنه إحنا بنشخص صعوبات التعلم من بعد الصف الثاني ابتدائي عشان يكون على أقل عدة مرحلة التأسيس، وكمان مسكت أطفال في مرحلة ابتدائية وكم طالب في مرحلة متوسطة، لكن المرحلة الثانوية ما قد مرت عليها صراحة، بس الفكرة تقريباً واحدة، بمعنى أنا لما اشتغلت مع طالبة في الصف الأول ابتدائي او في الصف الثاني او الصف الثالث كانت النتيجة جدا جدا مختلفة لما اشتغلت مع طالب في الصف الخامس. صحيح ان العوامل اثرت، يعني بمعنى الطالب اللي اشتغلت معها في سنة اولى كانت امها ما شاء الله مديرة في مدرسة عالمية هنا وكانت جدا مهتمة فيها وبتراعي كل حاجة وبتشتغل معايا كل شيء، وفي نفس الوقت العمر كان صغير. بالمقابل الطالب اللي في سنة خامس كان اصلا في تأثير نفسي انه هو وصل لهذا العمر حتى الان وفي نقاط اساسية ما بيجهلها، فكان اصلا في مشكلة اصلا جانب نفسي بيأثر على الموضوع لانه الولد كبر، خاصة انه كمان ولد ما هو بنت، نوعا ما بيختلف من جنس لاخر، ف
فهذه كلها عوامل مؤثرة، لكن عموما أكاديميا كانت تفرق معايا بشكل كبير لما أنا أشتغل بعمر صغير، بعكس لو اشتغلت مع عمر كبير. هذا مو يعني إنه ما حتكون في نتيجة، لكن ما حتكون بنفس المستوى، وفي النهاية بيرجع يختلف من شخص لآخر، بيختلف من إمكانيات طالب لطالب ثاني. هذا مو معناه إنه إحنا ما نشتغل عليه، بس أنا أقول للناس اللي طلبت سؤال على سؤالهم كان عبارة عن مقارنة، فهو فعلا يختلف. طيب كذا بنكون انتهينا من جزئية الأسئلة والمقترحات، وبصراحة أسعدتني جدا الرسائل اللي وصلتني. بعضها بتقولي كراني، بتقولي رنيم مثلا، أنا اكتشفت إنه الحالة اللي أنا أمر فيها هي كذا، ما كانت كذا، أو أنا اكتشفت الخطأ الفلاني سواء من جهتي أو من جهة أقارب، أو اكتشفت المفهوم الخاطئ هنا وبالتالي راح أتبع الطريقة الفلانية الآن. فأحيانا توجيه بسيط بيفتح لك طريق نجاة بإذن الله للمستقبل والحياة كاملة، خاصة لما يكون الموضوع يختص بطفل. وبالمقابل توجيه خاطئ أو خطأ زي ما بنقول الآن في القطاعات الخاصة أو من أي شخص كان، ممكن بيدمر حياة طفل بأكملها، أو بفترة زمنية جدا مهمة عنده تكون مرحلة تأسيسية، أو تكون ضيعت فترة من عمره هو فاهم خطأ أو أتبع أساليب ما هي سليمة. فهذا هو فعلا سبب اختياري لموضوع الأخطاء الشائعة، عشان تكون يعني ترتكز أهميتها لكل فرد من المجتمع. نرجع نقول مو بس المختصين في المجال. طيب الآن بتكلم إن شاء الله عن جزئيتنا بإذن الله اللي هي الأخطاء القطاعات الخاصة. في البداية ممكن البعض يسألني رنيم، طب ليش اخترت القطاعات الخاصة مو الحكومية، مع إنه في الواقع أغلب زميلاتي في القطاعات الحكومية، بالتالي اختلاطي أو استماعي للمشاكل غالبيتها من القطاعات الحكومية، لكن ليش تحديدا اخترت القطاعات الخاصة؟ بصريح العبارة لأنه أغلب الأخطاء وأكبرها وأوسعها بتكون في القطاعات الخاصة. أما الأخطاء اللي بتصير في القطاعات الحكومية ما راح أقول بسيطة، بس لكنها مه بحجم أخطاء القطاعات الخاصة واللي تستحق فعلا جزء كامل نتكلم عنه.